اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في الموجز الرياضي لهذا اليوم. البداية بخبر مؤلم بخصوص 5 من الشبان الرجويين الذي تعرضوا لحادثة سير مميتة بمنطقة بنغرير. وعلمت شوف تي في ان اسرهم انتقلوا اليوم الاحد الى مدينة مراكش من اجل اجراء فحص الحمض النووي للتعرف على جثث ابنائهم. وحسب ذات المصادر فان احتراق السيارة التي كانت تقل الضحايا الى مدينة مراكش تسببت في تفحص تفاحم الجثث، ما صعب مهمة التعرف على هويتهم، ولهذا تقرر إجراء فحص الحمض النووي. وتجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع بمنطقة نزلة العظم ببنغرير، حيث تسبب انقلاب سيارة بداخل 5 أشخاص إلى اندلاع النيران ووفاة 5 من الشبان الرجويين. وبالمناسبة الألمة تقدم فصيل التراس الوينرز المشجع لفريق الوداد البيضاوي يوم الأحد بأحر التعازي أسر الرجويين 5 ضحايا فجعة بنغرير. ونصل الفصيل الودادي عبر حسابه بالفيسبوك تدوينة تقدم فيها بالتعازي لأسر الضحايا، وتمنى أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته. عودة لمنافسة البطولة الوطنية، توقفت مباراة الرجاء وخصمه الكوكب المراكشي برسم الجولة 18 من منافسة البطولة الاحترافية اليوم الأحد بسبب شغب الجماهير بمدرجات الملعب الكبير بمدينة مراكش. وقامت بعض الجماهير دقائق بعد انطلاق الشوط الثاني من المباراة بتكسير الكراسي وتبادل الضرب في مشهد تم وصفه بالخطير. وحسب البث المباشر على القناة الثانية التي نقلت فعاليات المباراة فإن قوات الأمن حاولت إعادة الهدوء خلال المباراة التي انتهت بفوز الرجاء ب3 أهداف دون رد. وارتباطا بالموضوع، مصادر مطلعة كشفت لشوف سبور أن فريق رجاء الرياضي أصبح مهددا بعقوبات قاسية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق الأخضر ضد الكوكب المراكشي التي انتهت كما سبق وذكرنا بفوز النسور ب3 دون رد برسم الجولة 18 من منافسة البطولة الاحترافية. وكانت بعض الجماهير قد قامت دقائق بعد انطلاق الشوط الثاني من المباراة بتكسير الكراسي وتبادل الضرب مع عناصر الشرطة، مما دفع بالحكم رضوان جيد إلى توقيف المباراة. ويذكرون الفريق الأخضر عقب هذا الفوز يحتل الصدارة مؤقتا برصيد 34 نقطة. بهذا وصلنا لنهاية الموجز الرياضي، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.